جلالة الملك يدعو لتطوير التربية. هو فيش غير جلالة الملك. أنا بستغرب إنه قديش مطلوب من شخص واحد أن يعمل في مقابل 23 وزير و 5000 أمين عام ومدير عام ومسؤول وعشرات الموظفين العامين، وإحنا لسه بنحكي في قضايا أعتقد إنه كلنا قادرين نعملها. بدي أرحب بالقائمة وبالمحترمين الطيبين اللي راح يكونوا معنا. نبدأ بسيدة منال بزدوق، أول ضيف عندي، أول شخص. بدي أرحب بالسيدة منال بزدوق الإعلامية الزميلة، وأرحب أيضا أعرفكم على الأستاذ محمد نعمان، الدكتور محمد نعمان، بعيدا عن مقاييس العمر، أيضا المحامي الأستاذ قيس زيادين، الأستاذ رجل الأعمال الأستاذ خالد بستانجي، الدكتور ثائر حلاوة، المهندسة بثينة الطراونة، والمهندس الحبيب خالد رمضان. وأعطي فرصة الآن للحديث. بتمنى أنه أعتقد الأفكار وصلتكم، وبتمنى أنه ما يكون في إطالة، ونبدأ بالأستاذة المهندسة بثينة الطراونة. أنا صراحة بدي أبدأ بكلمة واحدة، قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. ولذلك علينا إعادة تعريف كلمة مسؤول، لأن الأصل المسؤول يسأل من قبل الشعب، وبالتالي ممثلي الشعب أن يكونوا فعلا من اختيار الشعب. وأنا بحكي من أول وجهتنا صدمة بالنسبة لموضوع الشعار تبعنا، فبدي أحكي مفهومه: لا لتلويث الدين بالسياسة. وعن دور المرأة، دور المرأة من عشرات السنين، دور المرأة من عشرات السنين كان حفظ الجنس البشري من موضوع الحروب، ومن مئات وعشرات السنين القدامى كانت المرأة وصلت فيه لمناصب عليا بالعصور العربية كمان. لكن لما تأثرت وقتنا الوقت الجديد، من إمتى صار التفكير إنه المرأة ما توصل سيادة؟ لما أثرنا ببرابرة أوروبا، والآن إحنا ننظر للتقدم نجيبه من أوروبا. عشان هيك أنا بدي أحكي لكم بلهجتي إنه أنا مع تمكين المرأة، ولو إنه جايين متأخرين إحنا، مع إنه العرب بلشين فيها من زمان، من آلاف السنين، وكانت توصل لملكة، توصل لكل المناصب، وأنا مع تمكين المرأة، وهذا اللي أنا بحكيه. أنا ابن مخيم الحسين. بعرف الشوارع وزقاق الحارات جيدا. أنا درست أحمل شهادة الطب والجراحة العامة، وأحمل دبلوم في طب الأطفال، وماجستير في إدارة المستشفيات والاقتصاد الطبي. كما قلت، أنا أعتز أني أقف أمامكم وأنا ابن مخيم. انخرطت منذ صغري في الحركة الوطنية الأردنية والفلسطينية، مدافعا عن حقوق أبناء شعبنا، تحديدا اللاجئين الفلسطينيين، حقهم بالمواطنة المتساوية مع الآخرين، والمواطن لا تعني التبطير المطلق. لذلك نحن نؤكد دائما على حق العودة وتقرير المصير، والدولة الوطنية المستقلة، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأماكن التي شردوا منها إلى ديارهم الأصلية. هدفنا إقامة دولة مدنية عصرية أعمدتها المواطنة والعدالة والأمان. إذا لننظر إلى برنامجنا، من هو الأردني؟ الأردني هو كل من يملك رقم وطني. لا أصول ولا منابت في المواطنة، لا يختلف المسلم عن المسيحي في المواطنة، لا يختلف الغني عن الفقير في المواطنة. رحمة الله. قبل أن نبدأ أدعوكم للوقوف احتراما للشهداء، شهداء فلسطين والأردن وسوريا والعراق، وشهدائنا جميعا،
وتلاوة الصلوات كل حسب دينه، ونقرأ الفاتحة على كل الشهداء. نعم، اليوم معا، أنتم معا، أنتم من سيصنع التغيير. لماذا؟ لأن وطننا الأردن يواجه، كما بلادنا العربية وفلسطين بالتحديد تواجه، أخطار ثلاث أساسية. أولها مشروع يهودية الدولة، وبالمقابل تيارات الدم والظلام التي تعيث فسادا من حولنا وفي عقول بعضنا. وأدافع عن سوريا ووحدة أراضيها ودولتها بوجه كل المؤامرات، ويقول بنفس الوقت وطني فلسطين. كما العراقي يملك أن يقول أنا عراقي ولكن وطني فلسطين، كما المصري أنا وطني بلدي مصر ولكن وطني فلسطين. والتحية لليمن، التحية لليمن بوجه كل أساطير الغدر. نعم، أنا أخذتكم إلى مساحة ليس مخطط لها، لسنا في مهرجان، ولكن لما تحدثت منال من القلب وثائر ومحمد وخالد البستنجي وقيس وبثينة، كلهم أشعلوا بي الحرارة. لماذا؟ لنتفق معا. نسير 30 يوم صح، ولكن الاختبار بعد 29. هيك تعلمنا وهيك نشأنا، وهي أمي هون ربتني على تربية بعتز فيها. نعم، هذا هو، هذه هي الأردن. نقول للجميع، من لا يرى بالأردن وطن لا مجال له على الطاولة. اللي بنظر لها ساحة مكانه مش على الطاولة. اللي بدنا نعمل عقد اجتماعي مع بعض سنذهب له من عمل منظم لنقيم عقدا اجتماعيا جديدا. هكذا نستطيع أن ندافع عن فلسطين، هكذا نستطيع أن ندافع عن سوريا، ونكون أوفياء لشهداء معلولة وشهداء العراق وشهداء لبنان وشهداء مصر وشهداء كل المناطق. من لا يضع نصب عينيه الشعوب والمواطنين ويكون مخلصا، الأيام بتكشفه. آسف للإطالة، اعذروني زملائي بالقائمة، أقول أنتم أصحاب التغيير، المسؤولية عندكم. من السبت سيفتتح المقر، ولكن بعد ذلك إحنا جنود عندكم. لأي تلفون بتحكوا معنا، بأي اجتماعات بالبيوت، سنطرق البيوت بيتا بيتا. لماذا؟ لأننا نعشق تراب هذا الوطن كما نعشق فلسطين. نعم، ولكن أختم، عمري اليوم 60، لن يخيفني أنا ولا الحاضرين هنا لا تهديد ولا وعيد. إننا نناضل من أجل الحياة والمواطنة والعدالة. حرف عابرة، ميم عين ألف، سنقرأها معا. أنتم قائمة التغيير، الحضور الحاضر هنا، أنتم معا. بدونكم لن نكون معا، بدونكم لن نرسل رسالة تغيير. بدونكم القصة مش خالد رمضان ولا قيس زيادين ولا خالد البستنجي ولا منال بزدوق ولا ثائر حلاوة ولا بثينة الطراونة. إنه الأردن من جنوبه إلى شماله، من شرقه إلى غربه. إنها فلسطين، إنها فلسطين. ليست فقط 27,000 كيلومتر مربع، فلسطين ليست جواز سفر، فلسطين ليست جنسية فقط، فلسطين وطن،
كما الأردن وطن.